قوة وكرم. منين يا كريم ما تحرمنيش يا عبد من البكا عالدنيا دي الدنيا ما تساويش الدنيا ما تساويش ولو بتاوى عبد الخلاق ما تأمن والكفر شرب ماء ولا اليهود رؤية عيش ده يا ما يا ما يا ياما ناس كتير قبل ما راحوا وكل اللي بيروح ما بيجيش ياما خلوا كان معاها اموال كتيره دخلوا معانا عباد الله الفقيره صبحوا معانا ما فيش انا عددي علامات وكانوا من التراويش راحوا يزوروا النبي صلى الله عليه ومعاهم زاد ميه وعرش عدوا على راجل مبتلي مشلول ورا بيمشيش سألوه راهي على خير قالوا لزياري بالزير قالوا خدوني ما تسيبونيش قالوا انتوا معانا فين يا مبتلي ده انت مشلول ده انت ما بيمشيش فابوه بينعي على ربك كريم وحليم وغيره حنين على العباد ما تلاقيش ارسلني لك يا ولد ارسلني لك يا ولد باجنحه الطيار كل ريش ترضيها يروح عند النبي اقعد هنا ما تجيش لما راح نلاقيها عند الحرم مين اللي وصل الاول؟ اللي معاه من الاتوبيس المكيف ولا المشلول؟ لما راحوا لقوها عند الحرم في وسط اهل الكرم بيفرق البقشيش سالوه حنيته ايه؟ قول لنا ولا تخافيش انا ما قصدتكم يا كرام ازور خير الامان معاكم ما خافتونيش قصدت باب ربنا ربنا يا خيال اللي يحب ربنا يرفع ايده فوق واللي يحب حفلة تفضل يسقف معايا ايوه كده عشان خاطر الحاجه الكبيره الحاجه اللي زكريا ريحه يا حاجه يا مشاكل